كل داخل الجزائر وفي ديار الغربة تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير مداخلة حول الجدل الدائر بخصوص ما سمي المكمل الغذائي والدواء هذا اللي قيل من أنه اخترعوا واحد الاخ في قسنطينة يقولوا له توفيق زعبيط والله زعيبيط والتناول نتاعو في بعض وسائل الاعلام سيما القنوات الفضائيه والصحف وحتى في المواقع نتاع التواصل الاجتماعي وخرجت الناس على صلب الموضوع ودخلنا في واحد الحرب الكلامية بالإضافة إلى أنه دخلت فيه جهات حبت باش توظف هذا الموضوع منهم اللي يستغل فيه ضد النظام ومنهم اللي يستغل فيه لأسباب أخرى نحاول إن شاء الله هو أنه ندير مداخلة بهذا الخصوص ونمد الوجهة نتاع النظر تاعي ونقترح بعض الأشياء لعلها تساعد في تفكيك هذا الالغاز حول هذا الموضوع كلكم ربما تابعتوا ما جرى في بعض القنوات الفضائيه تحديدا قناه الشروق جابوا هذا الاخ هذا قدموه على اساس انه دكتور وانه باحث وداروا عليه روبورتاج صغير بالإضافة إلى أنه جابوا وزير الصحة هذا عبد الملك بوضياف وقالوا من أنه هذا الدكتور هذا راهو اخترع دواء وراه راه يقضي على المرض تاع السكري بطبيعة الحال كون أننا جزائريين لما تسمع خبر كما هذا تفرح لأنه راهو راه يقضي على مرض ورا وراية يقدم خدمات جليلة للملايين المرضى وبالتالي كلنا كجزائريين لو كان يتحقق هذا الحلم هذا سنفخر بهذا الأخ ويديروا له في البلاد يديروا له عرس ولكن للأسف الشديد هو أنه زدنا عودنا سمعنا في نفس هذا المؤسسه الاعلاميه نتاع الشروق من انه هذا توفيق زابط ما عندوش الدكتوراه بل حتى ما قراش في الجامعه نتاع جنيف وبالتالي كجزائريين رايحين نصاب بالصدمه ورايح تطرح الكثير من الاشكاليات خاصة وان الامر يتعلق بالصحة نتاع المواطنين وتولي الناس تولي تشكك في كل شيء وتولي ويولي يبان للناس هذا باللي انسان نصاب وانسان محتال وبالتالي لابد انو انه يغلق هذا المخبر هذا اللي راه دايره والتبعات اللي اللي معاه وشفنا ايضا الحوار هذا اللي اجري على القناه نتاع الشروق بحضور واحد ممثل نتاع الاطباء وكذا واحد من السياسيين ويعني انا كجزائري شفت هذا الحوار على الموقع نتاع اليوتيوب واساءني استخدام يعني بعض الالفاظ بالاضافه الى أن الحوار ما كانش في المستوى المطلوب يعني وكانه حوار تاع طرشان يعني باختصار كان من المفترض هو ان الاخت هذيك اللي ادارت الحوار تديره بشكل يعني اللي يخلي المواطن يفهم الابعاد والخلفيات نتاع هذا الجدل الدائر ولكن للاسف الشديد كان حوار يعني ماهوش في المستوى باختصار حتى انه هذاك سليمان شنين انا شخصيا يعني كنت نحترمه وكنت نقدر به وكنت يعني حاسبه يعني باللي من النخبه ومن الفئه المثقفه شفت الطريقه نتاعو اللي يتكلم بها والله العظيم يعني ما ما عندي منقول يعني ليس تعاطفا مع هذا الاخ هذا نتاع زعبيط وانما بوش بهذا المستوى اللي اللي تظهر به يا الاستاذ شنين كنا حابين نشوفوك تتحدث بلغة أكاديمية وكنا حابينك هو أنك تظهر بمظهر السياسي مش بمظهر المحقق ولا بمظهر المشكك هذه مسألة هذه القضاء هو اللي حل فيها ماكش انت جيت المفترض هو أنك تتحدث بلغة السياسيين كنت تتحدث وحتى الطريقة اللي كنت تتحدث بها والاسلوب اللي كنت تستخدم به من خلال العبارات هذيك اللي تبان في في التقاسيم نتاع الوجه نتاعك ما ما ماوش مش هذاك هو المستوى اللي كنا حابينك تظهر به اما هذاك الاخ هذاك اللي جاي يتحدث باسم الاطباء يعني اخرتها هو انه امام الجمهور راهو تلقى تيكستو وخرج وكأنه شعب الجزائري هذا لا قيمة له قدامه راك في قناة فضائية يا صاحبي ماكش في قهوة وهذيك اللغة اللي كنت تتحدث بها انت انه بعثوا لك اسماس في وقت متأخر من الليل تطعن في المصداقية نتاعك يعني وكأنك انت ما عندك حتى وسمو شخصية ثم يلا بعثوا لك تيكستو جبتها برا يا صاحبي راك تحكي مع ناس عندها عقول راك تحكي مع جماهير مش غير في الجزائر راهم ناس يتبعوا فيك من الخارج انا هاني كنت نتبع فيك من فرنسا واحد من امريكا واحد من استراليا راك متخاطبوا في عقول مش في غنم اذا كان انت راك تخاطب في ناس في كازارنا في ثاكانا وقال يلا طبق هز هز قشكم شيء ربما يمشي هذاك الامر راك تخاطب في عقول في الخارج ما تقدرش انت تقنعهم بهذاك البلعيط هذاك حتى اذا راك على الحق هذيك الطريقه اللي كنت تتكلم بها تنحي لك كل مصداقيه حتى اذا راك على الحق تركن نجي لهذا الجدل الدائر حول هذا الموضوع هذا نتاع الدواء ولا المكمل الغذائي المفترض هو أن هذه القضية تطرح على مخبر والمفترض إذا كان هذا الأخ هذا اللي قالوا باللي راه ما عنده حتى دكتوراه أو باللي راه ما قرش هذا الأمر هذا ماشي يجي نتيجة هذا الأمر يكون هو في البداية تراك والي كنت والي في قسنطينة يا صاحبي وراك وزير كيفاش انت تروح تقبل أن تدخل في موضوع اذا كان ما عندكش تحقيق مسبق راه ما عندكم صاحبي المخابرات وعندكم الشرطة كيفاش ما يكونش هناك تحقيق مسبق على الشخص هذا وهذا الشخص صارك انت بروحك تقول باللي راهو ديجا دار مكمل غذائي في المرة الأولى وراهو ناجح وراهو كذا دونك هذا الشخص تعرفه موش حاجة جديدة والمسألة هذه انت الشهادة انت الدكتورة يعني درك لما لو كان تقولها مثلا قناة أجنبية قال هذه القناة نتاع الشروق هي بروحة جابت عليه الزاوي اللي المستوى نتاعو ما السيزيام وسوقوه على أساس أنه خبير وإلا كان راني غلط صحولي ومش غير قناة الشروق جابوه في البلاد وجابوه في قنوات واحدة أخرى هذه ثاني ما على بالكمش بها نزار ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه العماري ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه توفيق ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه نصر الجن ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه علي كافي ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه بوضياف ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه زروال ما على بالكمش بيه باللي ما عندوش دكتوراه ذرك جات في هذا الشخص هذا قال باللي الدكتورة يا هل ترى ذو كنتم تناقشوا في هذا المكمل الغذائي ولا الدواء بين قوسين ولا تناقشوا في الشهادة كثير من الناس اللي هما داروا اختراعات وكاين منهم اللي عندهم شهادات عليا ولكن للأسف الشديد ما عطاولهم حتى قيمة ونعطي لكم يعني كمثال فقط أنا شخصيا نعرف واحد من المنطقة نتاعنا من برج الغدير اللقب نتاع العائلة نتاعو حمور هذا الأخ توفى مؤخرا ربي رحمه بالمرض نتاع الكونسر هذا الأخ هو مهندس في الميكانيك في الثمانينات دار طائرة في الثمانينات كاش واحد فيكم سمع به في الثمانينات والله الطائرة هذيك غير بالك لو كان مانيش عارف لا راها مازالت درك ولا ما ما مازالتش المهم الصور راها موجودة راها موجودة الصور راها موجودة وهذا الأخ كان يدير في العرض نتاع الطائرة نتاعو في دار شباب في برج الغدير يعني ها هو عنده شهادة عليا مهندس في الميكانيك مهندس دولة في الميكانيك يعني محسوب الناس اللي راهم عندهم الشهادات العليا راهم هما اللي راهم حاكمين البرلمان وراهم هما اللي حاكمين مجلس الأمة وراهم هما اللي راهم في الوزارات وراهم بالك هما اللي راهم في القيادات نتاع الجيش بل حتى في الرئاسة بوتفليقة واش من شهادة عنده والله غير ماذا بينا تقولوا لنا اللي جابها اذا هذه المساله هذه نتاع الشهاده هذه غنايه ميته وهذا لا يعني من انه احنا رانا نقول لكم باللي درك هذه المساله نتاع الدواء والله المساله هذه نتاع اللي تتعلق بالصحه نتاع الانسان مع انت انه يجي من هبه ودبه انا ما نحوسوا على الصحه نتاع هذوك اللي يجوا يبيعوا في السوق ماذا بنا على على باش تكون عندنا مخابر وتكون عندها سمعه دوليه مش غير فقط في في الجزائر ولا على المستوى الافريقي ولا على مستوى المغرب العربي ولا كذا حنا نحوزوها تكون عندها سمعه دوليه ولكن راكم تحكيو مع مع عقول ما راكمش تحكيو مع ناس قال ما راهمش يفهموا راكم تحكيو مع ناس راها تحلل في كل كلمه درك هذا المكمل الغذائي والله هذا الدواء المفترض هو انه يخضع المراقبة ومن المفترض هو انه يمر على مخبر درك اذا كان راه حدث شكوك يا سيدي فلتفتح لجنة نتاع تحقيق مستقلة ويقدموا هذا المكمل الغذائي والله هذا الدواء للمخبر ويحقوا يا ترى هذا الشخص هو بالذات اللي قام به والله راهم قاموا به ناس معاه قال راهم اطباء راهم يخدموا معاه والله وفيما بعد بحكم هو انه رأى رئيس هو هذا المخبر هذا والله نتاعو راه ينسب ليه تفتح لجنه نتاع تحقيق ويحقق في هذا القضيه وفيما بعد هذا الشخص هذا راهو امامكم ثاني ايضا يفتح تحقيق بالخصوص نتاعو آه وفيما بعد جيبولنا النتيجة إذا كان هذا المكمل الغذائي راهو صحيح وراهو يعالج هذا المشكلة نتاع السكري أو على الأقل يخفف منها بنسبة كبيرة فهذا راه يعتبر منتوج جزائري وهذا الشخص يكرم يا سيدي أنا أقترح اذا كان راهو تحقق من أن هذا المكمل الغذائي راهو في فائده المرضى نتاع السكري انا اقترح من انه تمنح له دكتوره فخريه هذه حاجه سهله وسيدي تقترح عليه على جل باش يدير تكوين في الجامعه سواء في الجزائر او في الخارج كتكريم لهذا الشخص هذا لانه راهو ساهم في التخفيف على المرضى نتاع السكري انا نشوف في انه هذه القضيه خذات ابعاد شوف فيها اولا فيه ناس حابين يديروا مونوبول على الدواء وعلى هذه الامور خاصه ما تعلق بالمرض هذا نتاع السكري لانه الادويه راه تجي من الخارج وبالتالي كاينين الناس راح رايحين ينضروا وربما راه الناس عندهم علاقه بالوزاره نتاع الصحه لما لا حابين ما يبقاو محتفظين بهذا المونوبول على جال باش تبقى تضخ لهم الاموال بالعمله الصعبه أه وبالتالي ذوك المرضى هذو المرضى هما الضحيه في النهايه مرضى هما اللي راهم يدفعوا في الثمن ذوك اذا كان هذا المكمل الغذائي ولا الدواء بين قوسين راه رايح هو يساعد هذا المرضى وراه رايح يخفف عليهم علاش لا لا علاش ما تخليوش هذا الاخ هذا يخدم وتشجعوه اذا انا نقترح باللي تفتح لجنه تحقيق مستقله ويقودوها ناس مختصين ويديروا هذا التحاليل لهذا ما يسميه بالمكمل الغذائي ولا الدواء النتيجه بكل شفافيه وبكل مصداقيه لانه مش من المنطق هو انه تبقاو تضحكوا على الشعب سيد عنده قدام من سنة هو يخدم ومن بعد جيونا في نهاية المطاف تجيو تغنيو في الغناء كأنكم راكم كيما يقولوا جبتوا حكمتو السبع من وذنيه بهذه الطريقة على بالكم واش رايحين ديروا بهذه الطريقة رايحين تقنعوا الناس هذو اللي راهم موجودين في الخارج هذ الكفاءات اللي راهم موجودين في الخارج منهم اللي راهو حتى في النازا رايحين تقنعوهم باش يرجعوا للبلاد خاصة بعد هذه الحادثة الأخيرة هذه نتاع محمد تمالت رايحين نتقنعوا الناس اللي راهم موجودين في الخارج على جال باش يرجعوا للبلاد أو حتى الناس اللي راهم في الداخل رايحين نتقنعوهم بهذه الطريقة على جال باش هما يواصلوا في الأبحاث نتاعهم وفي الاختراعات تاعهم أنا لم أتفاجأ بهذه الأمور لأنه هذا الناس عودونا بالتلاعب بال بالمواطن الجزائري عودونا مش هذه هي المره الاولى اللي مولفين هما يقوموا بهذا الامر يا الناس يا الناس يرحم والديك قاعدين يجيبوك في هذاك بالاحمر هذاك آه راهو داير داير السرك قاعدين يجيبوك في طليبه داير السرك في, في البرلمان قاعدين تجيو انتم تحضرون على الشهادات شنو شهادات يا صاحبي انتم تهضروا عليها كان رانا نشوفو في ناس في البرلمان قال راهم كذا ورانا نشوفو في ناس في الوزارات ورانا نشوفو في ناس في كل المجالات قال راها قال شمن شهادات انتم تهضروا على الشهادات انتم يا ترى الشهادات لو كي لما يجي واحد راهم دكاتره قال مثلا راهم لحقوا على باليش ان الناصه وراهم حاكمين المؤسسات كامل وقال راهم حاكموا واحد هذا نصاب يلا جيبو واحد في ساحه عموميه انتم تهدرو الشهادات انتم الشهادات انا نشوف فيكم في القنوات الفضائيه حتى اذا كان الناس عندهم شهادات والله العظيم غتقول رعاوين لا مستوى اخلاقي ولا مستوى ثقافي ولا مستوى سياسي سيرك في كل في كل في كل مجال اذا اطلب من الاخوه في الجزائر اذا كان فعلا حابين هو أن تنفعوا الشعب الجزائري فلتفتح لجنه تحقيق ولكن عارفين احنا في ظل هذا النظام لا لجنة تاع التحقيق ولا هم يحزنون كما بالكرر الشام حميده واللاعب حميده حققتوا في في مقتل بوضياف وحققتوا في مقتل قصدي مرباح وحققتوا في مقتل جلالي اليابس وحققتوا في مقتل معطوب الوناس وحققتوا في مقتل حشاني كما مولفين بالتحقيقات وفي حق قضيه المطار و كم جبته ناسه قدمته مع الناس باللي هم اللي داروا العملية والسيد اللي دار العملية كان يخدم معكم المهم مع ذلك إذا كان فعلا عندكم نية حبين على باش تخدموا البلاد وحبين تقدموا حاجة للمواطن الجزائري راه عندكم الفرصة تفتح لجنة تحقيق مستقلة وتعالج هذه القضية بشفافية، إذا كان هذا الشخص هذا قام بهذا المكمل الغذائي، لما لا يتحول إلى دواء؟ إذا كان فيه ناس راهم قادرين وقادرين وما يمشوا في البحث نتاعهم، لما لا يتحول إلى دواء؟ وتعطى شهادة لهذا الأخ هذا شهادة فخرية أو يساعدوه على جل باش يدير التكوين في جامعة في الخارج ولا في في الجامعات الجزائرية لما لا؟ الاقتراح الثاني نقترح على الاخ هذا توفيق اذا كان اجري تحقيق فيما يتعلق بهذا المكمل الغذائي ولا دواء بين قوسين اقترح هو انه تغير هذا الاسم هذا سمعت انا باللي قالوا باللي سميته رحمه ربي اه اقترح هو انه تغير هذا الاسم وتسميه توفيق سميه باسمك توفيق توفيق من الله هاي يا سيدي ما دام راك نتا حبيت تكون يعني حاجه من عند ربي سميه توفيق وخلي عليه لانه الوسم ادخال الاسم نتاع ربي في التجاره يعني مع الاسف الشديد خاصه في هذه السنوات الاخيره ولا يعني تجاره رائجه تلقى واحد راه لك في المشروع ودير لك بلاكه من من لحم حلال وصارت هذه ذركة كلمه حلال صارت مركه هذه باختصار المداخله نتاعي ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته